بقى الخبر ده يا باشا كمان. اديني ايه اديني. احنا يا جماعه لسه دلوقتي حالا ده خبر عاجل برضو، البطل عمر عصر تأهل لدور ال 16 في تنس الطاوله واحنا دلوقتي بنتكلم، فمش بقول لك لسه ان شاء الله مسهل. الموضوع ما انتهاش، المشوار لسه في بدايته، وبالتوفيق يا عمر ان شاء الله برضو ترفع اسم مصر كده، ويا رب بقى نشوف ميداليات تانيه. بص حاجه جميله والله. طبعا، وبالمناسبه احنا بنسعد جدا بانتصارات المصريين وانتصارات العرب بشكل عام بالمناسبه. يعني لغايه دلوقتي حصاد العرب من الميداليات في طوكيو حتى الامس ذهبيه لتونس في السباحه، فضيه لتونس في التايكوندو، برونزيه للكويت في الرمايه، وفضيه للاردن في التايكوندو، واخيرا وليس اخرا وان شاء الله ليس اخرا فعلا 2 برونزيتين لمصر في التايكوندو.